علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. بالتزامن مع حملات القصف الجوي الهائلة اللي عم يعملها نظام روسيا على المدن السورية واجتياح داعش لمناطق واسعة من سوريا والعراق، تم افتتاح معرض باريس كمحاولة لإعادة إحياء مواقع أثرية دمرت ومهددة بالتدمير. المعرض بعنوان مواقع خالدة، مواقع مثل المدينة الأثرية بتدمر وقلعة الحصن وجامع الأموي بالشام وقرية خرسبات بشمال العراق، عملوه بقاعة اسمها جراند بالي ومن تنظيم متحف اللوفر تحت إشراف اليونسكو. بيعتمد المعرض على صور ثلاثية الأبعاد مأخوذة من زوايا مختلفة باستخدام طيارات بدون طيار، وإعادة بناء المواقع بشكل افتراضي من هي الصور بالاستعانة بقطع أثرية موجودة بمتحف اللوفر بما فيها معبد بيل اللي تدمر من قبل داعش. هي التقنية من إنتاج شركة اسمها إيكونيم، وتم استعمالها من قبل لإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد للمسرح الروماني بجبلة، مواقع أثرية بأوغاريت وقلعة مصياف وغيرها كذا واحد، عم ينضاف عليهم شوي شوي مع الوقت. موجودين كلهم على موقع الشركة على شكل نماذج ثلاثية الأبعاد، تقدروا تشوفوهم على الرابط لبصف الحلقة. المعرض هو جزء من الجهود المبذولة لتوثيق التراث الثقافي المهدد بالانقراض بشكل رقمي، منها هذا المشروع ومشروع تاني شغل المعهد الألماني للآثار بالتعاون مع جامعة كولن تحت عنوان مشروع توثيق الإرث الحضاري السوري، ومشروع ثالث من معهد الآثار الرقمية اللي هو تعاون بين جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد اللي وزعوا 5000 كاميرا ثلاثية الأبعاد على خبراء آثار ومنظمات بتشتغل مناطق الصراع بهدف يجمع عدد كبير من الصور لهي الآثار ويعمل قاعدة بيانات فيها مليون صورة. طبعا رابط كل شي حكينا عنه بتلاقوهم بوصف الحلقة، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا صفحة سلالي على الفيسبوك وقناتنا على الساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.